أن النجاح هو قدر التونسيات والتونسيين، ولن نرضى لغير ذلك بديلاً، وإننا سنحقق التعافي المستدام حتى تكون تونس كما يريد لها شعبها أن تكون، أرضاً للحرية والديمقراطية والإبداع والابتكار والنمو الدائم والمستدام. وفي الختام اسمحوا لي أن أجدد شكري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم هذه القمة التي أعتقد جازمة أن نتائج أعمالها ستساهم في مزيد توضيح الرؤى وانسجامها، وستساعد على تطوير آليات كفيلة بتحقيق مستقبل أفضل لأجيال القادمة.